أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى نطالع، تحالف العبادي مهدد بثاني انسحاب قبل تحديد أسماء المرشحين. ونتصفح في الزمان، البرلمان الموازنة الحكومية خاوية وتتاجر في حقوق المواطنين. وفي العربي الجديد، هدوء حذر في عدن بعد اشتباكات دامية والسكان يخشون من تجددها. وفي الشرق الأوسط، رئيس الوزراء اليمني، ما يحدث في عدن يخدم الإيرانيين والحوثيين. أما في الحياة، نشرة تحت عنوان مؤتمر سوتشي ينطلق في غياب المعارضة ومقاطعة أمريكية فرنسية. ونطالع في القدس العربي، الجيشان التركي والحر يسيطران على جبل برصايا الاستراتيجي قرب عفرين. وأخيرا وليس آخرا، نطالع في الخليج الإماراتي، المعارضة الروسية تنظم احتجاجات واسعة وتدعو لمقاطعة الانتخابات. منذ أن غادر بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق بعد الاحتلال في عام 2003، والعراق يمر بمرحلة شنيعة من التدمير الداخلي، فمنذ انتخابات عام 2006 والأوضاع من سيء إلى أسوأ. عائشة المري تتساءل في صحيفة الاتحاد الإماراتية، بعد 15 عاما ماذا بقي من العراق كدولة عربية موحدة؟ والتساؤل الأبسط من ذلك، لماذا يشارك الشعب العراقي في انتخابات نتائجها محسومة مسبقا؟ في انتخابات 2006 سيطر حزب الدعوة على مقاليد الحكم في العراق، لتبدأ أطول عملية تفتيت طائفي لبلد عربي بقيادة نور المالكي. فشهد العراق إبان فترة حكمه جرائم حرب ضد أبناء السنة في عمليات التطهير الطائفي في بغداد وحزامها امتدادا إلى ديالة، لتتجذر الطائفية قولا وممارسة في تفتيت العراق واستلاب قراره السياسي في طهران، فيما انتشر الفساد في جسد الدولة العراقية منهيا ولايته في 2014 بسقوط مخزن لمدينة الموصل وتسليم مفاتيحها لتنظيم الدولة. لقد ظهرت الانقسامات السياسية على الساحة العراقية على أساس طائفي مذهبي إثني وقومي، ولم تشهد الساحة السياسية العراقية أي محاولات جادة لبناء أطر سياسية وطنية عابرة للطوائف والإثنيات، بل على العكس من ذلك تعززت الانقسامات الطائفية وتجذرت في المجتمع والممارسات، وهو ما انعكس على الدوام على الائتلافات والأحزاب التي خاضت الانتخابات السابقة والحالية. فالأحزاب السياسية تتمحور حول أشخاص وعائلات معينة بلا أهداف سياسية وطنية وبلا برامج اقتصادية تهدف بالأساس للقفز إلى السلطة وتقاسم المغانم بين الأتباع دون الالتفات للمواطن العراقي. الكاتبة ترى أنه لا جديد في المشهد العراقي بعد الانتخابات المقبلة، سيستمر حكم العراق وفق نظام المحاصصة الطائفية القائم، وستظل ذات الوجوه الممسكة بزمام السلطة على الرغم كل ما ذكر سابقا من عملية تدمير ممنهج للعراق كدولة موحدة، وسترفع يافطات جديدة لأحزاب قديمة، وسيظل حزب الدعوة هو اللاعب الرئيسي على الساحة العراقية. من الآن فصاعدا وإلى أن يأتي يوم يصح فيه الصحيح في هذه البلاد البائسة، لن يفرحنا أي حكم للمحاكم، محاكم النزاهة في حق فاسد أو مفسد، لن تبهجنا الأنباء عن القبض على فاسد أو مفسد فار إلى الخارج وإعادته مخفورة بمساعدة الشرطة الدولية. عدنان حسين يقول في صحيفة المدى إنه ما عاد لأحكام محاكم النزاهة طعم السكر ولا للقبض على الفارين بالجمل وما حمل كما يصف طعم العسل، فلدينا مجلس نواب موقر للغاية إلى درجة
أن إسلامي السنة يتواطؤون مع إسلامي الشيعة للعفو عن إرهابي الأوائل وفاسدي الأواخر. أكثر من عضو من أعضاء هذا المجلس تسابقوا في الأيام الأخيرة لتأكيد أن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المحكوم في قضايا فساد إداري ومالي والمجلوب مخفورا من الخارج سيخرج منها مثل الشعرة من العجين بفضل قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب العام الماضي في سبيل إفلات الإرهابيين من الإسلام السياسي السني من العقاب في مقابل إفلات المماثل للفاسدين من الإسلام السياسي الشيعي. حتى الآن استفاد من القانون المئات من مرتكبي الأعمال الإرهابية، فأطلق سراحهم في المقابل استفاد العديد من المحكومين في قضايا فساد مالي وإداري، فأطلق سراحهم، وكان الالتزام الوحيد المفروض عليهم أن يعيدوا ما نهبوه من مال، وفي الواقع فإن الدولة كرمتهم وكافأتهم عن فسادهم كما لم يكرم ويكافأ أي فاسد في التاريخ للسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم ومناصبهم الخطيرة السابقة. حافظوا بابل وصلاح الدين والأنبار مثالا، مع أن جرائم الفساد الإداري والمالي مصنفة في خانة جرائم مخلة بالشرف في القانون العراقي والدولي الذي يشترط في من يتقلد أي وظيفة في الدولة ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. الكاتب يرى أنه إذا كانت أبواب الإرهاب والفساد قد ظلت مواربة فمن الآن وصاعدا ستكون مشرعة على الآخر كما يصف أمام الإرهابيين والفاسدين والمفسدين بفضل قانون العفو العام التعيس الذي إذ هو يكافئ هؤلاء فإنه يعاقب ضحاياهم بالعفو عن المجرمين في حقهم وبعدم تعويضهم الضحايا، فما عادت الأحكام القضائية تخيف ولا عادت مذكرات إلقاء القبض تفزع ولا عاد ما يردع عن ارتكاب جرائم الإرهاب والفساد سواء بسواء. كانت روسيا تبني آمالا كبيرة عندما طرحت قبل أشهر مسار مؤتمر سوتشي لتسوية الأزمة السورية. كان في ذهن مخططي الكرملين أن الانتصار في معركة حلب ومعارك البادية ودير الزور والبوكمر والميادين يكفي لإطلاق عملية تسوية سياسية برعايتها ووفق رؤيتها للحل، اعتقادا منها بأنها باتت تملك كل أوراق اللعبة. صحيفة الخليج الإماراتية ترى في افتتاحيتها أن التسوية السياسية للأزمة السورية لم تنضج بعد وأن احتمالات العودة إلى الخيار العسكري كبيرة جدا. عندما ينعقد مؤتمر سوتشي اليوم بمشاركة النظام السوري وأطياف معارضة الداخل، سيجد المشاركون أنفسهم خصوصا روسيا أن شروط الحل لم تتوفر بعد. لهذا أعلن المتحدث باسم الكرملين مسبقا أن المؤتمر سيكون مهما لكنه لن يسفر عن حل. لماذا خفضت موسكو سقف توقعاتها؟ لأنها أدركت أن الولايات المتحدة تحاول أن تجمع بين يديها أوراقا لوضعها على طاولة المفاوضات، تحد من الاندفاعات الروسية وتقلص من المكاسب التي تعمل موسكو على قطفها. لهذا جاء رفض الهيئة العليا للمفاوضات المشاركة في المؤتمر مشترطة عدم تكريس مسار سوتشي كمسار تفاوضي بديلا عن مسار جنيف الذي يجب على موسكو الاعتراف به مسارا شرعيا وحيدا للعملية السياسية. كما كان واضحا لموسكو أن واشنطن تراجعت عن مواقفها السابقة تجاه الأزمة السورية وبدأت تعمل على خط عرقلة استفرادها بالحل من خلال دعم قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا وتشكيل جيش جديد من 30,000 عنصر لمواجهة الجيش السوري، في حال قرر توسيع نطاق سيطرته في دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي والإعداد لتشكيل إدارة مدنية في هذه المناطق تتولى شؤونها. الصحيفة تختم افتتاحيتها بالقول أنه كان واضحا لموسكو أن واشنطن تعمل على عرقلة مؤتمر سوتشي خصوصا بعد أن قدمت مع 4 دول أخرى ورقة عمل إلى الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية تتعارض مع التوجهات الروسية للحل، وهكذا نحن بصدد خلط جديد للأوراق يعيق أي حل ممكن لا في سوتشي ولا في جنيف ولا في أستانا، وقد تكون العودة للميدان هي الأوفر حظا مع الأسف، أي استمرار التدمير والقتل وسفك الدم.
قال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في سوريا محكومة بالفشل. وأوضحت الصحيفة أن الهجوم التركي على أكراد سوريا كشف حدود السياسة الجديدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأثار الشكوك حول جدوى خطط واشنطن للحفاظ على وجود عسكري لها في سوريا دون أن تتورط في صراع أوسع. الصحيفة أشارت إلى أن السياسة الأمريكية الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية ريكس تيلرسون تلزم بلاده بنهاية مفتوحة لوجود قوات برية لها في المناطق الكردية شمال شرقي سوريا، تتجاوز أهدافها منع عودة تنظيم الدولة لتشمل عدداً من الأهداف الأخرى بما فيها وقف التمدد الإيراني وهزيمة تنظيم الدولة وتأمين تسوية سلمية للصراع السوري يستبعد الرئيس بشار الأسد. الصحيفة قالت أيضاً إن المعارك بين تركيا العضو بحلف الناتو وبين أكراد سوريا الذي تعتبره واشنطن الحليف الرئيسي لها ضد تنظيم الدولة تبرز الصعوبة الرئيسية أمام أي استراتيجية أمريكية تتطلب المحافظة الفعالة على تحالفات مع قوتين متحاربتين. ونسبت إلى الباحثة جونول تول مديرة مركز الدراسات التركية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن قولها إنها لا تستبعد أن تهاجم القوات التركية من بيج التي توجد بها قوات أمريكية تساعد الأكراد هناك، وأشارت إلى أن الدول الغربية يجب أن توضح ما تريد تحقيقه في الشرق الأوسط وإلا سيصب الوضع في مصلحة لاعبين آخرين. الصحيفة ترى أن ما يجري في مدينة عفرين سوريا لا يتعلق فقط بمستقبل الأكراد بشمال سوريا، فقد يتسبب في تغيير المنطقة خاصة تركيا والعراق وإيران، وسيكون لذلك تداعيات عميقة بالنسبة للغرب الذي سيواجه تحديا من روسيا التي يتزايد نفوذها وتتزايد حيويتها وقدرتها يوما بعد يوم. مساران يرسمان الصورة المقبلة للحرب في اليمن، أولهما تحرك نشط لبريطانيا من أجل إحياء المفاوضات السياسية المتعثرة منذ فشل آخر الجولات في الكويت، والثاني رفع الجيش الوطني وقوات التحالف العربي وتيرة المواجهات الميدانية في أكثر من جبهة من صعدة والجوف شمالاً إلى تعز جنوباً من أجل فك الحصار عن هذه المدينة التي يشكل نجاح الشرعية في استعادتها ضربة موجعة ومفصلية للحركة الحوثية. هذا ما أشار إليه جورج سمعان في مقاله بصحيفة الحياة. يدرك الحوثيون جيداً أن الحرب ارتفعت وتيرتها وتبدلت قواعدها وخططها، تغيرت بعد اغتيالهم الرئيس السابق، ويخشون أن ينجح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير تعز بدعم جوي من التحالف العربي، لأن ذلك سيعزز كفة الشرعية ويبدل موازين القوى جذريا ويدفعهم إلى تقديم التنازلات والقبول بالقسمة التي تناسب حجمهم السياسي، وهو ما سيعجل في تصفية انتشارهم شرقا من مناطق الضالع إلى البيضاء وإب وغيرهما، ويفتح الطريق نحو إخراجهم من صنعاء، أي دفعهم في النهاية إلى معقلهم الطبيعي في أقصى شمال البلاد. في ضوء هذه التطورات خصوصا تحرك بريطانيا الذي يلقى دعم الدول الكبرى في مجلس الأمن، قد لا يجد أنصار الله سبيلاً غير العودة إلى طاولة التفاوض. كل هذه التحولات لا تعني أن التغيير قادم وأن الأزمة إلى انفراج. صحيح أن هناك رغبة دورية في السعي إلى حل سياسي وثمة تعويل على المبعوث الدولي الجديد ودولته بريطانيا، لكن الصحيح أيضاً أن سلفه ولد الشيخ أحمد لم يفشل في أداء دوره، فالحوثيون حتى اليوم يراوغون ويهادنون ولا يبدون أي استعداد للتنازل عما يعتقدون بأنه حقهم في الحكم والسلطة. الكاتب يشير أيضا إلى تصاعد الأزمة السياسية في عدن بعد الحملة القاسية التي شنها المجلس الانتقالي الجنوبي على حكومة أحمد بن دغر واتهمها بالفساد والدعوة إلى إسقاطها، ويرى الكاتب أيضا أن هذا الصراع المحتدم يضعف جبهة الشرعية الضعيفة بأدائها أصلا ويهدد وجودها في الجنوب ويرفع وتيرة التوتر في العاصمة المؤقتة للبلاد، مثل ما يهددها العاملون على تعميق الأزمة المستفيدون من اقتصاد الحرب ومغانمها.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بمقال تحليلي للكاتب ريتشارد بادوك إن حملة الفضائح التي شنها جيش ميانمار لتهجير مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا خارج بلادهم لا تعد ابتكارا، ويشير الكاتب إلى أن بعض الجيوش تستطيع تحقيق ذاتها وملأ جيو بقياداتها وكبار ضباطها سوى بالتفنن في قتل وتهجير أبناء بعض الأقليات في بلدانها، بينما تكون هذه الأقليات لا حول لها ولا قوة، فالمذابح العرقية وسفك دماء أقلية الروهينجا المسلمة تعد المفتاح لجيش ميانمار لاستمرار ممارسات السلطة وجني الثروات. جيش ميانمار بدأ بسفك الدماء في البلاد منذ 76 عاماً ولا يزال يواصل سفكها، بل إن مؤسسي هذا الجيش في عام 1941 والمعروفين باسم الرفاق الثلاثين أعلنوا انطلاقته في حفل وحشي دموي في بانكوك. أولئك الرفاق سحب بعضهم دماء بعض من خلال محقنة واحدة ثم خلطوها في وعاء فضي، وذلك قبل أن يتقاسموا شربها للتأكيد على العهد ونذر الولاء. وباستثناء فترة وجيزة من السلام الأولي، فإن هذا الجيش الذي قاد البلاد نحو الاستقلال عام 1948 أمضى العقود السبعة الأخيرة في الحرب ضد شعبه. فهذا الجيش المعروف باسم تاتمداو استولى على السلطة من الحكومة المدنية في عام 1962، وهو نفسه الذي قتل الآلاف من المتظاهرين عام 1988 من أجل الحفاظ على السلطة بيديه، بل إنه قمع انتفاضة شعبية أخرى هي ثورة الزعفران في 2007. ثم إن هذا الجيش عبر القتال المستمر مع الأقليات العرقية تسبب في تشريد الملايين من الناس وجنى المليارات من الدولارات من المناجم والغابات وغيرها من الموارد الطبيعية. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن استراتيجية جيش ميانمار تمثلت في القتال ضد المتمردين الإثنيين وإدارة الصراعات عن طريق اتفاقات وقف إطلاق النار بين فينة وأخرى وإثراء قياداته وضباطه. بعيداً كل البعد عن السياسة، تشهد السماء يوم الأربعاء القادم ثلاث ظواهر قمرية نادرة، أولها القمر الأزرق وهو البدر الثاني خلال الشهر الحالي، والثانية هي ظاهرة القمر العملاق الأخير هذا العام، حيث سيكون البدر في أقرب نقطة من الأرض في تلك الليلة، وآخر تلك الظواهر هي ظاهرة الخسوف الكلي للقمر. وقالت صحيفة العربي الجديد إن خبراء الفلك أكدوا أن بعض دول المنطقة العربية ستشهد الخسوف الأول خلال العام الجاري يوم الأربعاء المقبل، وأضاف خبراء الفلك أن أول الخسوفات القمرية هذا العام سيكون من الخسوفات النادرة للقمر، وسيحجب ظل الأرض من كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر، حيث سيشاهد الخسوف القمري في كل من قارة آسيا والجزء الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا وشمال شرق قارة أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.